جولة جديدة ما تبقى نطوف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. بعد تصنيف ترامب له كمنظمة إرهابية، واشنطن تمنح استثناءات لتطبيقات العقوبات على الحرس الثوري الإيراني. من سوريا الأسد إلى السودان البشير مروراً بمصر السيسي، من درب الشعوب على الرقص لمواجهة الأزمات؟ وفي اليوم العالمي للأرض، إدلب تعاني، حفر الآبار العشوائية وتسرب مياه الصرف الصحي يهدد الأهالي والمزروعات. قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية كي لا تتعرض هذه الجهات تلقائياً لعقوبات أمريكية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية أجنبية. تعني الاستثناءات، هذه الاستثناءات تعني أن المسؤولين من دول مثل العراق الذين قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، هؤلاء المسؤولون العراقيون لن يكونوا عرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أمريكية. هذه الإعفاءات من العقوبات كذلك تشمل مؤسسات أجنبية لديها تعاملات داخل إيران. صنفوه على قوائم الإرهاب وحظروا التعامل معه، وكانت المرة الأولى التي تدرج فيها واشنطن قوة عسكرية رسمية في بلد آخر جماعة إرهابية، لكنهم اليوم يعيدون النظر في القرار. الولايات المتحدة تنوي منح استثناءات للأجانب في حال التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، فكيف سترسم ملامح هذه الاستثناءات ومن المستفيد منها؟ دول مثل العراق وسلطنة عمان قد تكون المستفيدة الأكبر من استثناءات واشنطن بحكم موقعها وتعاملاتها التجارية مع طهران، والأمر ذاته ينطبق على بعض الشركات الأجنبية والمنظمات الإنسانية العاملة في شمال سوريا والعراق واليمن، فهي قد تضطر إلى التعامل مع الحرس الثوري بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أنه يشكل إمبراطورية اقتصادية في إيران ويتحكم بشبكة واسعة من الأعمال والعلاقات في جميع هذه المناطق، فلن يحرم بالضرورة مسؤولين عراقيين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، كما فندها متحدث باسم الخارجية الأمريكية لرويترز، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري تسببت بارتباك كبير في صفوف الأمريكان أنفسهم، فبات دبلوماسيون وجنود أمريكان معرضين لها بحكم تعاملاتهم في المنطقة، كما ترجمتها تخوفات مسؤولين في الخارجية ووزارتي الدفاع والأمن القومي، إلا أن إدارة ترامب اعتبرت أنه مجرد إجراء محادثات مع الحرس الثوري لا يشكل نشاطا إرهابيا، وأن الهدف هو قطع الحكومات والشركات لتعاملاتها معه. ولكن في الوقت ذاته تبقي الباب مفتوحا أمام معاقبة أفراد في هذه الحكومات أو المنظمات الأجنبية في حال هي أمنت الدعم المادي للحرس الإيراني. لا يمكن الجزم حاليا إن كانت واشنطن تورطت بقرار العقوبات أم لا، أو إن كانت أخذت جملة العواقب في الحسبان، لكن ما يبدو جليا أنها تحاول تفصيل النتيجة على مقاس حاجاتها وعلاقاتها.
البعض يقول هذه الاستثناءات لمسؤولين مثلا في العراق، مسؤولين عراقيين. رويترز واشنطن قالت بررت انه هي صنفت الحرس الثوري في منتصف نيسان، 15 نيسان قبل ايام يعني، فبالتالي منحت استثناءات لبعض المسؤولين العراقيين. هم من العصائب يعني، ينتمون فعليا للعصائب، منحتهم واشنطن استثناء. البعض يقول هذا قد يكون يعني ينظر له قد يكون تنفيسا لكن محدودا في ضوء العقوبات القاسية التي ستعود في 2 من الشهر المقبل. اليوم مايك بومبيو قال هدفنا الوصول إلى صفر تصدير نفط إيران، الوصول إلى المرحلة صفر تصفير هذا العداد النفط الإيراني، والعقوبات خانقة جدا. بالتالي البعض قد ينظر إلى هذا هو في سبيل التكتيك الأمريكي، لكن الثابت أن العقوبات الأمريكية مع استثناءاتها، مع عفاءاتها لمجموعة ال6 دول، أو مع استثناءات بعض مسؤولي العراق من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، البعض يقول أن هذه العقوبات الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب، وهي التي قال عنها هي العقوبات الأقصى في التاريخ، عطلت تنفيذ المشروع الهلال الشيعي، عطلته حتى الآن يعني، جمدته هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني أو على الميليشيا الحرس الثوري الإيراني. اليوم الولايات المتحدة تنشئ مهبطا للطائرات في الرطبة غربي محافظة الأنبار لمراقبة الحدود العراقية السورية. هذا الأمر ينظر له من أجل قطع الطريق نهائيا الذي كانت تطمح له إيران، وقاتلت لأجله إيران على مدار السنوات الفائتة، منها إلى بغداد، إلى دمشق، وصولا إلى بيروت. بيضة القبان يبدو في المرحلة القادمة هي الميادين والبوكمال. العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني هي عقوبات خانقة جدا ولا رحمة فيها، وكل الاستثناءات على مسؤولي بغداد لن تنفع. اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد هدد بغداد صراحة، وهذا التهديد هو الثاني من نوعه. هو قبل شهر هدد بغداد، قال لها أن على بغداد أن تختار بين واشنطن وطهران. اليوم قال إن بغداد تقامر بأن تندرج ضمن عقوبات دبلوماسية أمريكية تفرضها على المسؤولين العراقيين إذا اصطفت مع الجانب الإيراني. والبعض يقول إن إيران ليس لديها الآن سوى العراق فقط للنجاة من هذه العقوبات الأمريكية، والاستدارة الشرقية باتجاه الهند وباتجاه باكستان لن تنجيها، لكن منتظر الموقف الصيني في قضية عدم إعفاء أي من الدول الذي أقرته واشنطن، منتظر موقف بكين هذا اليوم. المرشد الإيراني علي خامنئي عين العميد حسين سلامي، عينه قائدا عاما للحرس الثوري بعد ترقيته لرتبة لواء خلفا للواء محمد علي جعفري. انضم سلامي بعد اندلاع أو منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، انضم للحرس الثوري الإيراني في أيام الحرب، كان يتولى القتال على حدود محافظة كردستان غرب إيران، كان ضمن قادة فرقة كربلاء 25، كما كان أحد قادة مقر نوح للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري. We'll be right back.
اللواء حسين سلامي هو اليوم الذكرى 40 لتأسيس الحرس الثوري الإيراني. طبعا استبدل محمد علي جعفري قبل أن يتم فترة التمديد التي منحها له خامنئي من 2017 إلى 2020، مدد له، كان يفترض أن تنتهي في 2020، استبدل وعين حسين سلامي. البعض يقول هذا التعيين هو بالتأكيد يعني ضمن سياق إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ضمن سياق العقوبات الأمريكية العائدة بشدة وبقوة وخيارات إيران الجديدة. البعض يقول هو هذا الشخصية متشددة ضمن الحرس يعني، وله تصريحات شهيرة، أشهر تصريحات مثلا قال ذات يوم، قال إن على اليهود أن يتعلموا السباحة لأنه ليس أمام إسرائيل سوى البحر للهرب. قال كذلك أنه يعني إذا أتت الصواريخ الإيرانية الأمريكية قصفت إيران فليس أمامها سوى الرصاص المذاب، وكذلك قال أن إسرائيل سوف تمحى من الخارطة. يعني قال كلام كثير، هذا الكلام الإيراني المكرر المعاد. لذلك هو البعض ينظر لهذا الأمر أنه في سياق التشدد الإيراني والمعركة الفاصلة المنتظرة إذا تمت هذه المعركة. طبعا يعني اليوم الإيرانيون قالوا سوف نغلق مضيق هرمز، هددوا بهذا الأمر ردا على العقوبات الأمريكية القادمة القاسية الجديدة، سيغلقون مضيق هرمز. طبعا هذه البعض يقول هذه تصريحات جوفاء ومكررة من الإيرانيين على مدار السنوات الفائتة. هم لا يمكن أن لا يستطيعوا القيام بهذا العمل لأنه هذا انهيار للنظام الدولي تقريبا. كذلك ردوا الإيرانيين أنه فتح باب المفاوضات مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، هم يعانون وخائفون جدا من هذه مسألة العقوبات. بالتالي حسين سلامي أو غير حسين سلامي هو لن يغير في المعادلة شيء. البعض الإيرانيين يقولون المتغير الوحيد في مسألة الحرس الثوري الإيراني هو ما يقوم به الآن فيلق القدس وقاسم سليماني في الأحواز. الآن الجماعة من فاطميون كذلك من فصائل الحشد ومن قوة القدس يساعدون، قال والله أهل الأحواز من ينقذونهم من السيول، وبالتالي البعض ينظر له وكأنها تحجيم لفيلق القدس والحرس الثوري يعني يشتغل بقضية الفيضانات والسيول. هكذا البعض ينظر للموقف. حتى ساعات متأخرة من ليلة البارحة واصل مؤيدو بشار الأسد واصلوا الرقص في الساحات العامة والشوارع لمواجهة أزمة المحروقات. هاي جماعتنا، هذه ساحة الأمويين، أحب دمشق هوايا الأرقة، أحب نسيم بلادي. الآن في ساحة الأمويين الجماعة يرقص. لماذا يرقص؟ لأنه لا يوجد محروقات. فما الرد الطبيعي؟ ما هو الرقص؟ السؤال المطروح، كيف وصل هؤلاء إلى الساحة؟ هذا يبدو أحد محبي الأسد الشرسين يصرخ بملء شدقائه. كذلك طبعا مصر أم الدنيا، الأخوة في مصر يرقصون طلبا في التعديلات الدستورية، والبعض يسميها هذه التعديلات الدستورية استفتاء على التعديلات الدستورية، استفتاء أبو كرتونة، لأنه صوت بنعم للتعديل على الدستور واربح كرتونة بمواد غذائية. كذلك فخامة الرئيس الأسبق عمر البشير الشهير جدا برقصاته على المنصة. هذا هو الحال في العالم العربي، هذا هو الحال الآن. يعني ما الذي دفع هؤلاء؟ ما الذي علم هؤلاء الرقص؟ ما الذي علمهم؟ هكذا البعض يسأل، لماذا يلجأ هؤلاء إلى الرقص، سواء مؤيدو الأسد في سوريا أو مؤيدو السيسي في مصر أو مؤيدو عمر البشير في السودان سابقا. طبعا نتابع. قبل إعدامه ميدانياً من الثائرين الغاضبين في العاصمة بوخارست عام 1989، كان الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو مهووساً بالرقصات الجماعية للرومانيين في الساحات العامة والمسارح والجامعات، محولاً الدولة الأوروبية الشرقية إلى مسرح كبير، والممثلون هم الشعب لا ريب. كانت هذه الثقافة سائدة لدى دكتاتوريات القرن الماضي قبل أن تتلاشى مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء أغلب الأنظمة القمعية المقترنة به، خاصة في أوروبا الشرقية. لكنها ما لبثت أن عادت مع بداية ثورات الربيع العربي
بعد أن تحركت جموع مؤيدي الأنظمة بعفوية مفرطة أثناء اقتيادهم إلى الساحات لرفض المؤامرات المحاكة ضد بلادهم من ملايين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة. في سوريا التي باتت تشبه سطح القمر لاختفاء معالمها، دأب المؤيدون على إحياء حفلاتهم في الساحات العامة على أنغام علي الديك دعما لقائدهم الملهم ومحور المقاومة المعادي لإسرائيل بالدبكة الجماعية والفردية، لتتحول بعدها إلى أعراس وطنية تحتفي بالصمود بعد كل قصف على مواقع عسكرية تقوم بها إسرائيل أو الولايات المتحدة. أم الدنيا، وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 أصبح الرقص سمة عامة لمؤيديه، يتطور مع كل استحقاق مسبق النتيجة، خاصة أمام اللجان الانتخابية ومراكز المرشح المنتشرة في كل مكان. وليست مصر أو سوريا وحدهما ممن يعلي شأن الرقص الوطني، فالموهبة تأتيك من كل حدب وصوب، من السودان إلى ليبيا إلى العراق وغيرها، لكنها الشعوب المسحوقة، فالشعب العربي يرقص مذبوحا من الألم. في مصر يعني الأمور دوما مختلفة، في مصر على كل ماشية الخيزلة في ذا كل ماشية الهيذبة، وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، بها نبطي من أهل السواد يدرس وأنساب أهل الفلا. في مصر يعني هذه اللقطات معتادة عند كل استفتاء يقوم به فخامة الرئيس السيسي، وعند كل خطوة يقوم بها تظهر هذه مقاطع الرقص والغناء. لكن الحقيقة البعض يقول حتى يعني النفاق للحاكم، وهي مقاطع خفيفة الدم ولا تثير فيك سوى الضحك. يعني المصريون البعض يقول حتى في نفاقهم هؤلاء للسيسي هم خفيفو دم وأصحاب نكتة. ابن خلدون في مقدمته تحدث عن أهل مصر هذه ظاهرة متأصلة فيهم، قال يعني عندما أتى من تونس إلى القاهرة تحدث عن حب الناس للضحك وعن لجوئهم إلى النكتة، وقال تكاد تحسب الناس فاقدة عقولها. طبعا ليس الكل يعني أهل مصر هم من أهل النكتة، لكن يغلب عليهم خفة الظل. في سوريا يعني الأمور هنا يعني يرقصون ويطبلون، يعني هناك يعني على الرغم البعض يقول حتى هناك يعني ثقيلة على النفس بغض النظر يعني عن وصولهم إلى ما بعد المأساة في هذا الأمر، هم يرقصون على جراحهم وعلى فشلهم. على سيرة السودان، الخرطوم استلمت 5 من أطفالها كما قالت قوات سوريا الديمقراطية، أطفال عائلات تنظيم الدولة اللي كانوا محتجزين لديها. وفقا لوسائل الإعلام الإدارة الذاتية، فإن ممثلا عن الخارجية السودانية استلم الأطفال 5 من قوات سوريا الديمقراطية وهم في صحة جيدة وحالة سليمة. ليست المرة الأولى التي تتسلم السودان فيها مواطنيها الأسرى من قسد. بأيلول عام 2018 سلمت السودانية مع طفلها الرضيع، هذه السودانية كانت متهمة بالانتماء لتنظيم الدولة، سلمت وقتها إلى دبلوماسي لدى سفارة بلادها. Thank you.
بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة من عدة اتفاقيات تدعم الحفاظ على البيئة، إلا أن الأمم المتحدة واصلت الاحتفاء باليوم العالمي للأرض، وذلك في 22 من نيسان لكل عام. عام 2009 أقرت هيئة الأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للأرض يتضمن حملات توعية للحفاظ على البيئة ومعالجة المشاكل التي تواجهها كالتصحر والعوامل المناخية والصيد الجائر. اليوم هو اليوم الأرض، كثيرة هي أيام الأمم المتحدة، كثيرة هي المناسبات التي تحتفل بها الأمم المتحدة في أيام معينة في تواريخ معينة، لكن البعض يقول أيام الأمم المتحدة هذا هي مثل أيام العرب، هذه الأيام لا لها في العير ولا لها في النفير ولا من فائدة ولا من طائل، سوى يعني احتفاليات هنا أو هناك وذكر في وسائل الإعلام. هكذا الموضوع مقتصر على هذا المنحة فقط، أما أي أثر على أرض الواقع لا يوجد. في يوم الأرض حاولنا الاقتراب أكثر من الأراضي في إدلب لتسليط الضوء على مشاكلها، حيث تنتشر ظاهرة حفر الآبار الجوفية بشكل عشوائي في المحافظة، ما يهدد المخزون المائي مستقبلا، الأمر الذي دفع بعض المجالس المحلية في المدن والقرى إلى مراقبة هذه الظاهرة والحد منها. في ظل تضرر مصادر المياه بسبب القصف الممنهج على المؤسسات الخدمية، بات انتشار الآبار الجوفية العشوائية مشهداً تلحظه بالقرب من التجمعات السكنية وفي الأراضي الزراعية وعلى الطرقات العامة أيضاً عند مرورك بمناطق الشمال السوري. جاءت ضرورة حفر هذه الآبار لتأمين حاجة السكان من مياه الشرب والاستخدام اليومي، بالإضافة لانعدام مصادر الماء الأخرى خلال سنوات الثورة الأولى. الوحيد بعتقد أنا في كفرنبيل اللي حفرت البير في هدف الزراعة يعني واستثماره زراعيا، أما ما تبقى بالنسبة لغيري بعتقد أهدافه تجارية، تجارية طبعا لظروف الحرب اللي أدت لنقص المي في المدينة، اللي أصلا هي كانت على عهد النظام كانت غير مخدمة بشكل جيد. إلى جانب الغرض من حفرها، صارت ظاهرة انتشار هذه الآبار في بعض المواضع كنوع من التجارة وبيع الماء للخزانات وصهاريج الجوالة، ويزيد من خطورة انتشارها استخدامها لأغراض أخرى تؤثر على منسوب المياه والبيئة في آن واحد.
وهو ما استدعى المجالس المحلية للقيام بعدة خطوات للتخفيف من انتشارها. كل شخص بده يقوم في عملية حفر بده يرجع للمجلس المحلي لعملية ترخيص، ونضمن انه هالشخص هذا عم بيقوم في عملية حفر لإبار المي، ما هو لإبار الصرف الصحي، لان هناك بعض الاشخاص وقت اللي يحفروا البير وما تطلع عندهم المي فيتم تحويله لموضوع صرف صحي. على الرغم من أهمية هذه الآبار في تلبية حاجة المواطنين من المياه، إلا أنها باتت تشكل تهديداً على منسوب المياه الجوفية بسبب كثرتها وسوء استخدامها بعد جفافها، في ظل غياب الرقابة والقوانين التي من شأنها فرض إجراءات صارمة للحد من عمليات حفر الآبار العشوائية. أطلق المجلس المحلي في بلدة زردنة بريف إدلب الشمالي أطلق نداء للاستغاثة لإصلاح شبكات مياه الشرب في البلدة بسبب اهترائها وعدم إجراء صيانة دورية لها منذ ما يزيد عن 10 أعوام. في اليوم العالمي للأرض تتسرب مياه الصرف الصحي في ريف إدلب إلى الأراضي الزراعية وتتسرب إلى خزانات المياه. هذا الأمر أسفر عن وقوع أمراض وإصابات بين السكان. التالي حذرت الجمعيات المحلية، حذرت السكان يعني من هذا الأمر وضرورة إصلاح أحوال أراضيهم وأنابيبهم. مع هذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق ما تبقى جديد في أمان الله. عم نعاني من مشكلة تلوث المياه، عم تخلط مياه الشرب على مية المجرور، عم تيجي مية المجرور في عنا على خزانات المياه، وهون هذا الشيء سبب لنا أضرار بالنسبة لأن يعني نحن كمواطنين وأهالي. هلا في عنا، أنا عندي أطفالي مثلا صار عندهم التهاب بالأمعاء، ارتفاع درجات الحرارة، وهذا الشيء لازم حدا يلاقي له حل. نحن هون بعد ورود حوالي 70 حالة ما بين النقطة الطبية والمركز الصحي من حالات التهاب المعدة والالتهاب الأمعاء الحاد المترافق بالإسهال والإقياء، وبعد الدراسة تبين عن وجود تسريب من مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، وذلك في الحارة الجنوبية من البلدة. قدمنا نداء استغاثي لكافة منظمات لإجراء صيانة للشبكة، لإجراء صيانة للشبكة شبكة المياه، حيث أن شبكة المياه الشرب والصرف الصحي لم يجرى لها صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، وكان عليها ضغط كبير من الآليات على الطرق. دخلت المايك بينها والله، هل هذا المشمع بدي يحكم كمان ما